لو عندك برينتر جي 3470 فتعالى دلوقتي اوريك اسهل طريقتين تقدر تطبع اوراقك من الموبايل على الوجهين بس مش اوتوماتيك يدويا. اول حاجه لازم اتاكد منها ان البرينتر متوصله بالراوتر الواي فاي، يعني زي ما انتم شايفين كده في هنا علامه تردد بالطريقه دي، ما ينفعش نوصلها بالدايركت لان البرنامج اللي هننزله ده هيحتاج يكون متوصل في الموبايل خدمه الانترنت، وكل ده باستخدام برنامج اسمه نوكو برينت. بس قبل ما نخش في اي خطوات لازم يكون عندك علم ان الخطوات بتاعت حلقه النهارده ديت مخصصه لانظمه الاندرويد فقط، يعني لو معاك جهاز ايفون او في نظام ايوس عامه اللي هو الايفون فللاسف الخطوات دي مش هتنجح معاك لان البرنامج اللي احنا هننزله من الموبايل مدعم لانظمه الاندرويد فقط. الخطوات ازاي؟ تعالوا نشوفه مع بعض. اول حاجه هنروح لجوجل بلاي، تمام، ونعمل سيرش هنا ونكتب في السيرش كلمه نوكو، اي نوكو برنت، تمام، وهتختاره عادي جدا. وبعد ما البرنامج ثبت معانا هنعمل فتح عادي جدا كده، ثم هنختار هنا لم يتم تحديد الطبعه، هنختارها كده اهو. البرينتر ظهرت لنا قدامنا كانون جي 3070 سيريز، هنختارها كده، وهتختار في الخطوه دي حدد يدويا اهي بالطريقه دي كده. هتبدا تبحث على كلمه كانون اهي، تالت اختيار معانا اهوت، وهتبدا هنا تبحث على كانون جي اهي 2020 اللي هي دي، هنختاره عادي جدا، تمام كده. بيقول لك انها ايه، تم تثبيت الطوابع بنجاح، هنختار موافق، ثم هنختار السماح. احنا كده دلوقتي ثبتنا الموبايل بالبرينتر، ازاي نطبع؟ تعالوا نشوفه مع بعض. هنقفل البرنامج بتاعنا عادي جدا وتختار الملف اللي انت عايز تطبعه ويكون الملف فيه اكتر من ورقه. انا على سبيل المثال هختار ارقام ده، او زي ما انتم شايفين في اكتر من ورقه، في لحد 10 اوراق انا عامله عشان اقدر اوريكم وابسط لكم الخطوات ازاي. هنعمل ايه؟ هنعمل مشاركه، تمام، هنختار ارسال نسخه. هنا بقى هتبدا تبحث على برنامج نوكو برنت اللي احنا نزلناه اهو، تمام قوي كده، بيبدا يظهر لك ال10 اوراق قدامك. لو ضغطت على طباعه دلوقتي فانت هتطبع الاوراق ورقه ورقه منفرده، مش هتطبعها على الوجهين. طب هنطبعها ازاي؟ فوق كلمه الصفحات في A4 نورمال، هنختارها كده. فعندك هنا اختيارين للطباعه على الوجهين، هنجرب مره كده ومره كده، والخطوتين سهلين، بتختار المناسب ليك. اول حاجه هنختار الصفحات، تمام، هنختار الصفحات الفرديه، تمام، وهتختار موافق. هيبدا هنا يظهر لك 1 3 5 7 9 كده، هيطبع لك الصفحات الفرديه، ثم هنختار طباعه. تم ارسال مهمه الطباعه. طيب رقم 1 رقم 3 رقم 5 كده بيطبع لنا الأوراق الفردية، ادي السبعة اهو، طبعا لنا كده الأوراق الفردية. هنعمل ايه؟ الموضوع بسيط، هنيجي هنا نقلب الورق كده، تمام، قلبنا الورق بحيث ان رقم 1 دي تبقى قدامنا بالطريقه دي كده، و3 تمام، 5 اهي قلبناها، والواحد تحس ان هي مقلوبه مش معدوله، هي كده مقلوبه. بعد كده هتمسك الورق بالطريقه دي كده وتحطه زي ما هو كده في درج الورق، وتقفل عليه من ناحيتين كده عشان ما يلوحش معانا، ونرجع نطبع على الصفحات الزوجيه، تمام كده. هنيجي هنا ونختار نفس الاختيار بالظبط من اللي هو الاي 4 نورمال، ونختار الصفحات ونختار الزوجيه ونختار موافق. اهو بقت 2 4 6 8 10، تمام. الحاجات دي انا بوريك كروكي وانت تقدر تطبع على الاوراق عادي بتاعتك، تمام. هنعمل ايه؟ هنختار طباعه. اهو تم ارسال مهمه الطباعه، اهو زي ما انتم شايفين كده، 1 ووراها 2 اهي، 3 وراها 4 5 وراها 6، يعني كده الاوراق مترتبه عامة. الحركة اللي عملناها دي رتبنا الاوراق بدل ما ندور فين 1 وفين 5 وفين كده يعني. اخر ورقة جاية معانا اهي. اهو بص كده معايا 1 2، تمام، 3 4، تمام، ادي 5، ادي 6، تمام، ادي 7، وادي 8،
ادي 9 واخيرا 10. ودي اول طريقه اتعلمناها ازاي نطبع على الوجهين يدويا في البرينتر اس جي 3470. تعال نعرفه ازاي نطبع بالطريقه الثانيه. هتيجي هنا عند نفس الملف بالظبط، او نختار الاعداد بتاعتنا وتختار رابع اختيار الطباعه على الوجهين اهو بالطريقه دي كده. هنختار هنا بقى ايه عمل يدوي، وهنسيبها الاول على الجوانب الاماميه وهنختار اوكي. تمام، هتلاقيها بردك بقت 1 3 5 7 9 نفس، يعني وكانك بتطبع على الجوانب الفرديه. وهنختار طباعه، انتظر لحد ما يقول لك تم ارسال مهمه الطباعه. تمام، طبعا انا واحد اهيت. نفس الفكره بالظبط، انت بتختار يا الصفحات يا بتختار الطباعه على الوجهين، الاثنين نفس الاوبشن بالظبط. بس طبعا اللي بيناسبك في الاختيارين دول تقدر تستخدمه عادي. سبعة اللي جاي الأخيرة. حلو قوي كده. هنمسكها زي ما اتعلمنا بالظبط، الواحد مقلوبة تمام، وظهر الواحد قدامنا، هنحطها هنا كده تمام، ونقفل على الناحية دي تمام، ونروح على الموبايل وهنيجي عند نفس الاختيار بالظبط تمام، ونختار الطباعه على الوجهين ونخليها الجوانب الخلفيه، ثم نختار موافق، ثم نختار طباعه. اهي هنختار موافق كده. بقى عندكم طريقتين تقدروا تعرفوا من خلالهم ازاي تطبعوا على الوجهين يدويا. للاسف البرينتر دي ما فيهاش خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك، او مفيش حاجه اسمها جهاز يتركب في برينتر يبقى على الوجهين اوتوماتيك، مفيش الكلام ده خالص. البرينتر بتبقى يا يدويا يا اوتوماتيك. في ناس كتير قوي سالتني عن الموضوع دوت. او نفس الفكره بالظبط زي ما انتم شايفين، نفس الفكره بالظبط، مفيش اختلاف ما بين الطريقتين. اللي يناسبك اعمله. كده اتعلمنا ازاي نطبع اي ورقه موجوده في موبايلك على الوجهين يدويا. اتمنى الموضوع يكون عجبكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السهم من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.